السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نار ذات الوقود عزهم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين عملوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.